صيانة مجتمع من أفكار هدامة وتحسين أمن شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من تطرف وفكر ضال، نقاش وتبادل آراء في ملتقى الكويت الرابع للأمن الفكري في المجتمع الخليجي وبمشاركة خليجية وعربية. نؤكد على أهمية هذه المنتديات والمشاركات، وخصوصا بوجود طبعا جماعتنا وأهلنا وزملائنا بدول ممثل دول مجلس التعاون الخليجي ومن ذوي الاختصاص، وراح يكون طبعا في من خلال هذا الملتقى التطرق لكل أنواع التطرف الفكري بأنواعه ومدى تأثيره طبعا بالنسبة لمجتمعاتنا الخليجية. يشارك في الملتقى 15 خبيرا ومتخصصا في المجال الأمني والاجتماعي، تأكيدا على دور الكويت كدولة حاضنة للسلام ودعوة للاستفادة من هكذا ملتقيات. يجسد رؤية صاحب السمو بأن تكون الكويت هي مركز للعمل الإنساني، وكذلك هي مركز للوسطية، الوسطية السياسية والوسطية كذلك الاجتماعية والإعلامية. اليوم نفخر ككويتيين في هذه المناسبة، في مناسبة فبراير، أن الكويت ولله الحمد هي الحاضنة إلى دول الخليج وهي الحاضنة إلى الدول العربية. جاء هذا الملتقى ولله الحمد مشاركة خليجية. اليوم نكون سعيدين أن نرى كل ممثلي دول الخليج يجتمعون في مكان واحد وأن يناقشون الأمن الخليجي، ليس فقط من ناحية جنائية أو من ناحية فكرية فقط، إنما كذلك من ناحية اجتماعية وإعلامية. بالعلم ترتقي الأمم والشعوب، وبالمعرفة تتسلح للرقي والتقدم، نبذا لفكر فيه قصور في الفهم لسماحة ديننا الحنيف بوسطيته واعتداله، رسالة يهدف إليها الملتقى بمحاور لأهداف وطنية. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.